مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيك. كرت القمر، العالم، الزاهد، أوكي، النجمة، القوة. أغرب قراءة لحد الآن يا برج الجوزاء، كلها كرتات رئيسية من التارو، ما عندنا أي كرتات فرعية، كلها ميجر أركانا. بما معناه أن الشريك مشاعره، شو أقول لك، واضحة، مشاعره متقدة، مشاعره واصلة إلى حد جدا كبير، وهو أيضا الشريك في نقطة محورية، هل يرجع إلى حياتك أو لا يرجع. كيف يراك الشريك؟ الشريك يراك أن أنت انسحبت من حياته، ولكن كأنما أنت استسلمت. هو يشوفك كأنما أنت استسلمت، أن ترغب أن تبتدي في مكان ثاني بعيد عنه، ولكن هو الابتعاد كان بالنسبة له مو من أجل الاستسلام، من أجل أن يرجع، ويرجع بقوة. عنده كارت القوة، كارت برج الأسد، وعندنا أيضا كارت النجمة، برج الدلو، الزاهد، كارت القمر، برج الحوت، وأيضا كارت العالم. بما معناه احتمال أن أنت ابتعد عنه في السابق، أو ما كنت واضح معه. هو يراك أن أنت مش واضح. الزاهد يبحث عن النجمة، كأنما هو يطلب منك أو يبحث عن الوضوح بخصوص علاقتكم. الجواب احتمال اللي يسأله ما راح يعجبه، كأنما هو مخلي نفسه أمام خيارين ومتوقع الأسوأ. عندما يرجع إليك مفكر إما أنك ستقبله، ولكن الاحتمال الأغلب أن أنت سترفضه، وراح تقول له ما ينفع نرجع مع بعض. هو خايف الرفض، يراك أنت أنه غير واضح، وأيضا خايف الرفض من جهتك أنت. اللي بعده، خلينا نشوف ما هي خطوته القادمة تجاهك وتجاه عدم الوضوح اللي قاعد يحاول يكتشفه في الفترة القادمة. هو أيضا يراك أن أنت ناجح، بما أن لديك كرت العالم. أنهيت مرحلة معينة، تخرجت، حصلت على الوظيفة، كأنما تصل أخبار عنك كلها بصدد نجاحك أو تخرجك. أبدعت في مشروع ما في العمل، فكأنما هو أيضا عند طاقة الزاهد ندمان بأن تخلى عنك قبل أن تتضح، أو قبل أن يحارب من أجل العلاقة. ما عنده طاقة المحارب. خلنا نشوف ما الذي، أو ما هي خطوته القادمة. العاشقين، الرجل المعلق، جاجمنت، كارت الحكم، فرص ثانية، ست الأغصان. يعني شوف، أنت أكثر قراءة عندها كلها كارتات رئيسية. هذا كارت رئيسي رئيسي رئيسي، والكارتات السابقة كلها رئيسية، وأيضا الإمبراطورة. اجتماع الكارتات الرئيسية عندك. ما هي خطوته القادمة؟ خطوته القادمة، أول شيء احتمال أن راح، بما أنه يشوفك هنا غير واضح، احتمال كبير أن راح يحاول أن يتقرب منك، ولكن بطريقة جديدة، بطريقة أنت ما تشعر فيها بالتهديد. وأيضا أشوف أن احتمال كبير يدخل من الباب. عندنا ست الأغصان أمام الملأ، راح يعترف إما بحبه أو راح يطالب إنه يكون في ارتباط بينك وبينه، ولكن هاي المرة تأكد، أو هاي الرجوع راح يكون على أسس واضحة وصريحة معك، لأنه هو هنا يفتقد الوضوح في المرحلة الأولى. ففي رجوع يا عزيزي يا برج الجوزاء، هو سيكون واضح معك ومع الأهل، خصوصا الأهل. احتمال إن كانت عنده مشكلة مع والدته أو والدتك أنت. إنزين، في مشكلة أيضا عندكم بخصوص الحمل، الإنجاب، ولكن تأكد أنه في الفترة القادمة وخطوة القادمة جدا واضحة، بما أن كل الكارتات اللي عندنا رئيسية. ولكن عندنا كارت الرجل المعلق، بما معناته هو يتكلم عن أيضا كارت برج القمر، أن الأمور، هذا الشخص راح يخطط، راح يرسم قبل أن يتوجه تجاهك، قبل أن يأتي إلى حياتك ويعلن نفسه ويعلن رغبته في الرجوع أو في الارتباط، رغبته في أن تكون الأمور على أسس صحيحة بينكم من جديد. راح يأخذ وقته،
لا يريد أن يرجع إلى وضع في لخبطة أو وضع في عدم وضوح. عندنا كرت أيضا العاشقين، اللقاء. احتمال أيضا أن خطوته القادمة أن يتخلى عن شخص معين، طرف ثالث في العلاقة أو في الزواج، من أجل أن يحصل على الموافقة، يحصل على رغبتك في الرجوع إليه. عنده نية أن يتخلى عن طرف ثالث. ممكن الطرف الثالث يكون شخص، يكون أشخاص يتدخلون، ممكن حتى يكون عمل. أي شخص يتدخل في العلاقة، هذا الشخص قاعد أو شريكك قاعد يفكر ما هي الطريقة الأفضل عشان أتخلص من عائق وأتوجه نحو برج الجوزاء وأحصل على بداية جديدة معه. أوكي؟ وكأنما هو هنا عنده أيضا طاقة استشارة مع والدته أو مع والدتك، طاقة التكلم والتحدث مع الأهل. خلينا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب أو الشريك. عشر الأغصان، تسع الأغصان، سبع الأكواب، فرس السيوف، الخماسيين. أوكي، تأكدت حين أن الموضوع بخصوص طرف ثالث، أو اللي يحب يقوله لك الشريك، أو اللي قاعد يخفيه عنك وأنت لحد الآن ما تعرفه، أن في السابق هو نعم كان عنده خيارات أخرى، شخص ثاني في حياته، ولكن خلنا نلقي نظرة إلى حقيقة هذا الموضوع بالنسبة له. الشخص الثاني ما كان موجود، كان موجود في محيط العمل. سبب التقاء الشريك معه أو ارتباطه فيه أو دخوله في علاقة معه، أن الأمور كانت، كان في الكثير من الجوانب المشتركة بينهم. احتمال أن أنت تتعامل مع برج هوائي، وهذه أيضا طاقتك، التقى فيه عن طريق العمل، عن طريق الدراسة، ولكن لم يستطع أن يرفضه، لم يستطع أن يتخذ قرار شريكك. لأجل ذلك أنت دخلت في علاقة ثلاثية، أو كان في السبب وجود طرف ثالث هو اللي أدى إلى تفركش العلاقة بينكم. هوني كأنما يقول لك فكرة تبع الأكواب، الكثير من الخيارات، يقول لك أن الموضوع ما كان بالنسبة لاختيار، هو ما كان يريد أن يختار الشخص الثاني، ولكن الشخص الثاني كان متوفر في حياته، من أجل ذلك هو استصعب أن يرفض وجوده، من أجل ذلك هو حاول أن يوازن علاقتين في نفس الوقت، شخصين في نفس الوقت. ولكن عندما حدث الشيء، ننتقل من طاقة الهواء والأكواب إلى طاقة النار. طاقة النار هي الموضوع كيف سيحدث على أرض الواقع. على أرض الواقع عندما أنت انسحبت أو تفركشت العلاقة بينكم، صار فقط شريكك أو حبيبك مع هذا الشخص الطرف الثالث مع بعض، ولكن الأمور لم تمشي حسب مرادهم. تفركش الموضوع بينهم لأن كأنما اكتشف هني بعدك، سمح للشريك أن يكتشف أن ليس هو الشخص المطلوب من أجلي، ليس هو الشخص الصحيح، ليس هو الخيار، هو اختارك أنت نعم، ولكن الطرف الثالث كان مجرد إلهاء، وكأنما الحين يحاول أن يمنعه من أن يتقدم أو يواصل وجوده في حياته، يريد أن يضع هذا الموضوع على جنب أو ينتهي من هاي الموضوع وينتهي منه للأبد، لأنه هو تعب أيضا شريكك من دوامة العلاقة الثلاثية، ويعرف في قرارة نفسه أن الشخص أو الطرف الثالث هو الشخص الخاطئ له. يدرك هذا الشيء حتى في المشاعر، كأنما هو يحبك أنت، ولكن توفر مغريات، توفر هذا الطرف الثالث في مجال عمله، في مجال محيطه. هذا الشخص هو اللي قاعد يعرض نفسه على شريكك، شريكك ما عرف يرفضه، فصار الوضع بهذا الشكل، ولكن هما في طاقة الدفاع أو طاقة خلاص ابتديت أحط مسافة بيني وبين هذا الشخص من أجل أن أرجع وأرجع الأمور مع برج الجوزاء. من القادم في طريقكم يا برج الجوزاء للعزاب أو حتى للأشخاص اللي منفصلين من فترة ولكن يرغبون بدخول شخص جديد؟ عندنا كرت العالمة، كرت برج الحوت،
ثمان الخماسيات، طاقة ترابية، ملكة الأكواب، طاقة مائية، كرت برج العقرب الموت، أوكي، وكرت برج الحوت مرة أخرى القمر. احتمال كبير أن الشخص القادم في طريقكم يا برج الجوزاء هو برج مائي، عقرب، حوت، سرطان، ولكن هذا الشخص شو أقول لك؟ هذا الشخص شوية غريب في الطباع، أطباعه غريبة، لأنه هو يظهر أنه هو ودود، أو يظهر أنه هو جدا كريم، عنده كرت الكرم، ولكن أشوف هني أن دوافع عنده شوي دوافع خفية، ما أقول لك سيئة أو سلبية، عنده دوافع خفية تجاه أو سبب أو بسبب اللي قاعد يعرض عليك فيها هذا الحب، هذا الارتباط. القادم في طريقك هو شخص يعرف ماذا يريد بينه وبين نفسه، ولكن ما يعطيك الإشارات الواضحة، عنده كرت عدم الوضوح، يخبي نيته لحد ما يحصل على مراده، يحصل على مراده بالطريقة التكتيكية الذكية. ذكي عاطفيا هذا الشخص اللي أنت اللي راح يدخل في حياتك. دائما أقول الشخص يدخل في حياتنا ممكن من أجل سبب، درس احنا محتاجين نتعلمه، موسم، فترة وتعدي، او عمر باكمله. مو شرط ان كل شخص يدخل حياتنا من اجل البقاء الى الابد، ولكن عنده كثير من طاقة هني العالمة، الكثير من طاقة عدم الوضوح هني قاعد يعمل. اوكي، احتمال ايضا هو كريم معاك سيكون، وكثير الانشغال، انسان صاحب منصب، وفي نفس الوقت يعرض عليك عند الكثير من العروض، خل نخرج نتعشى، خل أشتري لك، خل أدفع عنك، هاي النوع من الطاقة، خل نطلع مع بعض، خل نشوف بعض، ولكن دوافع شوي خفية. أشوف أن شخص ممكن يكون في طول، أوكي، وكثير الاعتزاز، كثير الاعتزاز ببنيته، مو شرط أن بنيته تكون قوية، ولكن هو جدا مرتاح في جسمه، شخص جاد بطبيعته، ولكن أمامك يظهر الطاقة المائية السهلة السلسة. مثل ما قلت لك المواصفات أو الطباع، هذا شخص يكبت مشاعره ولا يعبر عنها، يعني هو يعرض عليك ولكن مو من النوع اللي يجلس معاك ويتكلم ويقول لك دائما اشتقت لك، أو مثلا يعبر عن مشاعره ويتكلم فيها بكثرة، لا، يظهر مشاعره بطريقة عملية، بطريقة أن يشتري لك، يدفع عنك، يحمل عنك جزء من المسؤولية. أوكي، اللي بعده، كيف تتعامل معه، وما هي النصيحة لك في هذا الصدد؟ برج الجوزاء احتمال كبير ان ايضا الشخص اللي تتعامل معاه لا يمتلك الكثير من الشعر، او يمتلك الكثير من الشعر، واحد من الاثنين، اما شعر كثيف، اما انه كليا اقرع مثلا، او شعر جدا خفيف، واحد من الاثنين، ما فيهم حل وسط. خلينا ننتقل الى كيف تتعامل معاه. ثلاث الأكواب، كرت الاحتفال، ثلاثة السيوف، أوكي، ثلاثة مقابل ثلاثة. دائما الأرقام عندما تتقابل معناتها إحنا في طاقة المرايا، الشخص يقول لنا شيء إحنا نرد عليه بشيء. عشر الخماسيات، سبع الأغصان، وعشر أيضا طاقة ميرور أو مرايا، عشر الخماسيات مقابلها عشرة الأغصان. طريقة التعامل معه، كن حذر في التعامل مع هذا الشخص، لأن قلت لك هذا الشخص يظهر لك شيء، يظهر لك طاقة الماء، الاحتفال، المشاعر، الاجتماع، يعرض عليك يعني حتى عروضة جادة، نعم يعرض عليك الكثير من العروض، مثلا قابل أهلي، خلى أقابل أهلك، هذا النوع من الكلام، ولكن حوافز لفعل هذا الشيء تأتي من ألم، من عدم وضوح. عنده ثلاثة سيوف، كأنما هو يحاول أن يخرج من، أو
يحاول إنه ما يتعامل مع مشاعر معينة، كان حزين في السابق، كان مخذول، كان مرتبط وانفصل، ولحد الآن ما تعامل مع هالمشاعر، مجرد حطها على جنب. فالحين هو في طاقة الحماس، متحمس لأن يبدأ جديدا، ولكن شلون راح يبدأ؟ هذا السؤال، شلون راح يبدأ وهو لحد الآن ما تعامل مع الماضي؟ احتمال أيضا أنه يكون شخص متزوج في السابق أو منفصل، عنده علاقة سواء لحد الآن موجودة قائمة أو انتهت. إنزين، النصيحة في التعامل معه، عليك أن تدق تدق، أنت عندك كأنه ما تتعامل هني مع برج عقرب أو برج مائي، عليك أن تدق، لا تستسلم، لا تتنازل لحد ما تكتشف طبيعة هذا الشخص وحوافزه، حوافزه، دوافع، نيته اللي مخبيها، خصوصا الأبراج المائية وخصوصا برج العقرب، مو سهل انك تفهمهم، يفعلون شيء ردا على شيء، تحتاج وقت ان تعاشرهم وتكون حولهم عشان تفهمهم. كأنما هني هو يعرض عليك الارتباط، الزواج، الحب، الشراكة، ولكن مو على طول تقبل عرضه. عندنا كارت الموت تحت سبع الأغصان، عليك أن تكتشف ما حقيقة الوضع، لماذا هو هني كأنما هو مستعجل أو بسرعة متحمس، يريد أن يضع الخاتم على صبعك أو يريد أن يحقق الارتباط والزواج بسرعة. إنزين، وإذا كان مرتبط ويبحث عن زوجة ثانية أو ارتباط ثاني، ابحث في الدوافع. عشر الخماسيات يقابلها عشر الأغصان، حقيقة الوضع جدا مختلفة. عند الكثير من الفشل في حياته، انت لا تشوف الظاهر، الظاهر ان ماديته تمام، منصبه ممتاز، انسان جاد ومستعد يقدم لك ما تحلم فيه في الحياة، ولكن باطنه انه هو لديه الكثير، ما بقول لك الفشل، على الاقل احساس الفشل نفسه، دائما يحس انه فشل او خذل الناس اللي حوله بسبب اختياره. عنده طاقة استسلام، يعني كأنما هذا الشخص يستسلم بسرعة، أول ما يصير في صعوبة كأنما هني بحتاج تحطه تحت المجهر وتختبره، أول ما يصير في صعوبة يستسلم أو ينسحب أو يظهر على حقيقته. أنت محتاج فعلا أن توضح مع نفسك